من إيه؟ من فترة قريبة أو من يومين 3 سمعنا أن كندا طبعا على لسان وزير الهجرة شين فريزر بيقول أنه كندا سمحت نظام الهجرة يعني بدأ 1,000,000 مهاجر بمعنى آخر. ما بعرف الناس شو قصتهم بيهربوا من كندا او بتفشوا او هم يعني نوع من تجديد الشباب عندهم او القوى العاملة او المهم بدهم 400,000 سنويا او 1,000,000 سنويا على نظام الاكسبريس انتري اللي هي نظام النقاط. الاكسبريس انتري هاي كل شخص له نظام نقاط. إذا كان أعلى نقط إذا كان مثلا التعليم داخل كندا فيعطي أوتوماتيكيا 600 نقطة. طبعا إذا كان شهادة جامعية في أو دراسة في كندا تعطيك أفضلية بنسبة النصف يعني يعتبر مقبول 100% للهجرة في كندا. السن أيضا له دور، الخبرة، اللغة، الدرجة الجامعية، كل ما كانت الدرجة الجامعية من كندا بيكون أفضل. طبعا إذا ما كانت من داخل كندا اللغة والسن والخبرة بيعطيك أفضلية بنسبة أقل من 500 درجة. كل ما زادت الأفضليات هاي النقاط بيعطي نسبة قبول أكثر على نظام الإكسبرس انتري أو النقاط. مش عارف هو كندا معروف أنه جوها سيء جدا في الشتاء للناس اللي ما بتحبش البرد. طبعا فيها عمل، فيها فرص عمل، جوها في الشتاء برد سيء جدا. البعض يحب الجو السيء جدا، يعني هي مش قاعدة، مش كل الناس مثل بعض، في ناس بتموت على البرد. الكنديين طبعهم مختلف، أغلبهم مهاجرين من بريطانيا ومن فرنسا ومن بيتكلموا عربي، بيتكلموا إنجليزي، بيتكلموا فرنسي مكسر، بيتكلموا، ولكن جوها بشكل عام يعني جو سيء جدا في الشتاء. ولكن صفة الإنسان أنه تأقلم. مش عارف شكله الناس بتهرب أو تطفش من كندا أو هم بجددوا شباب، مش عارف كيف. تحضرنا قصص كثيرة لناس أردنيين راحوا هناك أو مصريين أو، ولكن مش مجالنا. إن شاء الله فيديوهات أخرى نشرح أكثر عن نظام الهجرة، لكن حاليا في خلال شهر 7 في الأوقات هذه هم طالبين ناس مهاجرين إلى كندا. زي ما بحكوا أخبط لايك أو طخ لايك. تابعونا في فيديوهات أخرى. تحياتي.